يا صباح الفل عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. لما تشوفوني ماشية وبجري كده تعرفوا ان انا رايحة اعمل لكم ريفيو عن مكان اكيد هيفيدكم. النهاردة احنا في جراند البرشا، وجراند البرشا ده للي ما يعرفش هو مكان لبيع المستلزمات والادوات والمنتجات بس باسعار مخفضة. هندخل المحل مع بعض ونشوف ايه اللي جوه، بس خليني اقول لكم شوية معلومات عن جراند البرشا وبعدين هسيبكم تتفرجوا على الفيديو براحتكم. جراند البرش زي ما قلت لكم هتلاقوا فيه منتجات معروفه وبتتباع في الهايبر ماركتس وكارفور وكل الاماكن اللي معروفه هنا في الامارات، وهتلاقوا كمان منتجات مش معروفه بس برضو حلوه قوي. اول ما هندخل الفرع هنلاقي كل حاجه ليها علاقه بالتنظيف والمطبخ، كل حاجه بمعنى كل حاجه، يعني من اول الشوكه لغايه اكبر حاجه بنستخدمها في المطبخ. مش بس قسم المطبخ اللي موجود في جراند البرشا، لا، في اقسام كتير جدا، منها الزينه بتاعت الديكوريشن لاي حفله او اعياد ميلاد. القسم اللي انا بحبه قوي 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 هو قسم الالعاب للاطفال، وفي كمان جوه قسم الالعاب العاب ذكاء والعاب بتنمي حواس الاطفال. هتلاقوا كمان قسم ليه علاقه بالاكل، يعني مثلا الشيبس والحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت، وقسم عطاره في توابل وفي بخور وفي كل حاجه، قسم كمان للميك اب الكوبي والبرفانات الكوبي. يعني بجد هو شامل كل حاجة ممكن أي حد يحتاجها، ومفيد جدا للمغتربين اللي بيفضلوا إن هم يجيبوا هدايا من أماكن أسعارها تكون أقل أو رخيصة، عشان بيبقوا حابين إن هم يجيبوا هدايا كتير. فأنا هسيبكم تتفرجوا على الفيديو، وأتمنى إن انتوا تقولوا له رأيكم في الكومنتات، ولو أي حد حابب إن أنا أعمل له ريفيو عن حاجة معينة في الإمارات يبعت لي، وأكيد مش هتأخر عليكم، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
Thank you.
Thank you.